تعال نشوف الشاشة اللي هدخل منها الباسورد للبرنامج الفيجوال بيزك بتاعتي عاملة ازاي. الباسورد بتاعتي ASD123 وكده دخلت على البرنامج بتاعي. يبقى اللي كان خد باله الباتون بتاع لوجن هنا ملوش لازمة، انا حاطه عشان اكمل بيه المنظر بس. تعالوا نشوف احنا ممكن نعمل الشاشة الافتتاحية دي ازاي على الفيجوال بيزك. فانا لو جيت فتحت فيجوال بيزك 2012 او 2010 او 2008 اللي انت عايزه، ويندوز فورم ابلكيشن اوكي. تعالى قبل ما ننسى اول ما يفتح معايا على طول اروح على طول لسيف اول عشان لو انه قطع الشغل بتاعي ما يضيعش، وانا هسمي الكلام ده كول في بي انتو وهسيف على الديسكتوب سيف. هنزل اول حاجه من الكومبوننت بتاعتي الباتون الجميل بتاعنا ده. اتفقنا ان احنا هنشيل التكست الموجود فيه مش محتاجينه، وعايز اضيف من الكونتينرز جروب بوكس. كونتينرز هنا اخد جروب بوكس، ممكن اوسع دي شويه. عايز اشيل خاصيه التكست برضه تبقى فاضيه، فهدوس باك سبيس بس كده هيمسحها، وهضيف جوه الجروب بوكس ده تكست بوكس وباتون، باتون بتاع اكزيت. فمن الكوماند كنترول هاخد باتون اللي هسميه اكزيت بعد كده، وهاخد تكست بوكس اللي هيبقى فيه الباسورد بتاعتي. طبعا ممكن تاخد ليبل هنا وتسميه باسورد، فانا هسمي ده اكزيت وهخش جوه وهكتب اند. اسهل حاجة ممكن نعملها في بداية البرنامج. وارجع لديزاين فيو تاني، وعايز الجروب بوكس واحد باي ديفولت يبقى الفيزيبل بتاعه فولس عشان لما ابدا البرنامج ما يبقاش باين، ومش هيبان الا لما ادوس على البوتن ده. فهدوس دبل كليك هنا وهكتب جروب بوكس واحد دوت فيزيبل يساوي 2. لو شغلت دلوقتي شوف لغايه دلوقتي انا وصلت لغايه فين، هو ده اللي انا عملته. ولو دوست هنا هقفل البرنامج. طيب هضيف بقى او هعمل الشكل بتاع السلايدنج ده ازاي. تعالوا كده ندخل جوه شاشه الكود بتاعتي، وعايز اعمل ديكليشن لجلوبال فاريبلز، واحد اسمه الواي هايت والتاني اسمه الاكس ويدث. اوكي تعالوا نكتبهم مع بعض كده. وانا هنا في التو جلوبال فاريبلز دول قلت ايه؟ قلت له خلي لي المتغير اللي اسمه واي هايت يساوي او يبقى نوعه انتجر، واحط فيه قيمه انيشال فاليو بتساوي ايه؟ بتساوي الهايت بتاع السكرين اللي انا واقف عليه. يبقى ياخد الهايت بتاع السكرين اللي انا واقف عليها ويدهوني يحطه في الواي اندرسكور هايت، وفي الاكس اندرسكور ويدث هيحط لي الويدث بتاع السكرين اللي انا واقف عليه. يبقى هما دول تو جلوبال فاريبلز اللي انا هبني عليهم كل شغلي بعد كده. لو رجعت للديزاين فيو دلوقتي وقلت لك تعالى نضيف اول تايمر عندنا، او تعالى نضيف الثلاثه تايمرز بتوعنا على طول من الكونتينرز عشان من الكومبوننتس اسف عشان ما نرجعش هنا تاني، وادخل على الفورم اندرسكور لود عايزه يبدا اللوكيشن بتاعه من 0 0 من اول النقطه دي في السكرين بتاعتي، فاقول له مي دوت لوكيشن يساوي نيو بوينت 0 0. تعالوا نشغل كده ونشوف البرنامج لغايه دلوقتي هبقى وصلت مع لغايه فين. لسه انا ما استخدمتش المتغيرين اللي انا عملت لهم ديكليريشن، ولكن انا كل اللي عملته دلوقتي ان انا حطيت الفورم عند 0 0. طب تعالوا نشوف مين الواي ومين الاكس هنا. تعالوا نخلي دي مثلا 1000، هلاقي الفورم جات لي هنا. اذا يبقى هو بيعد العواميد الاول، احنا عندنا هنا عدد من العواميد وهنا عدد من الصفوف، فانا هرجع 0 0 تاني عايزها تبدا معايا من هنا. طيب وعايز الهايت بتاعه والويتس يبقوا قليلين جدا لان انا عايزه يبدا من كده وبعدين يبدا يزيد، صح؟ مش هو ده اللي انا عايز اعمله. طيب تعالوا نقفل الكلام ده، فتعالوا نديله اي تو فاليوز كده. يعني انا عملت ايه مثلا؟ مي دوت هايت يساوي 12 بكسل ومي دوت ويتس يساوي 12 بكسل. فتعالوا نشوف لو شغلت دلوقتي هو ده الشكل عندي، معقول قوي. حاجة على الفورم بتاعتي تاني واقول لك تعالى ندخل جوه اول تايمر ونبدا نضيف الاكواد اللي هتزود لي الويتس والهايت بتوع الفورم بتاعتي. فانا جوه تايمر 1 اف مي دوت هايت اصغر من الواي اندر سكور هايت عندي اهي على طول، ذن مي دوت هايت هتساوي مي دوت هايت الحاليه زائد سي 30. تعالى نشوف الشكل ده هيطلع لي ايه. انا اسف لازم نفتح التايمر ده، تايمر واحد ده هيتفتح امتى؟ الكود ده عمره ما هيتطبق طول ما تايمر واحد معمول له ديسيبل، ف
فلو جيت على تايم واحد هنا لازم ابقى متأكد الانيبل بتاعه تو، ولو جيت شغلت دلوقتي هلاقي ايه اللي بيحصل لي دلوقتي، الهايت عمال يزيد وفضل ينزل لغايه هنا. طب افرض انت عايز توقفه لغايه هنا عشان يبقى التاسك بار بتاعتي ما يبقاش فيه حاجه باينه تحتيها، فتعال نقول له خلي القصه دي تبقى مش كامله، يعني ما يقعدش يلف الكونديشن ده، اغير في الكونديشن ان انا نقص في الهايت ده شويه، اقول له ناقص 40 مثلا. تعال نشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. حلو قوي. طب عايز اعمل الكلام ده في الويتس، واحد هيقول لك انا ممكن اخد القصه دي كلها كنترول سي واقول له هنا كنترول في واقول له هنا انا عايز ده يبقى الويتس وعايز ده اكس اندرسكور ويتس. طبعا دي مش هحتاج ان انا اقول له هنا ناقص 40 بقى، ممكن اشيل الكلام ده كله. then يبقى مي دوت ويتس، مي دوت ويتس الحاليه زائد فعلا نقول لك 20 ونشوف الكلام ده هيبقى شكله عامل ازاي. ملاحظ ان هو بطيء معاك شويه. طيب احنا ممكن نلعب في الانترفل بتاعه التايمر ونخلي يمشي اسرع من كده. تعال نرجع الانترفل بتاعه التايمر واحد، اقول ممكن اخليها 10 كويس. طيب عايز اعكس الكلام ده احطه جوه تايمر 2، يبقى هاجي هنا عايز اعمل كونديشن في تايمر واحد يفتح لي تايمر 2، ان انا بعد ما اتاكد ان الشاشه وسعت معايا وبقت ماليه السكرين عندي يبدا بعد كده في الحاله دي يفتح تايمر 2 عشان يبدا ينقصها تاني او يبدا ينقص الهايت بتاعها تاني. زي ما انت فاكر كده ان احنا لو فتحنا دلوقتي انا عايز بعد ما اوسع ابدا اقلل تاني في الهايت. فهوصل الكلام ده ازاي؟ ان انا احط كونديشن هنا في الاخر اقول له اف مي دوت ويتس يساوي x underscore width then واحط هنا الكونديشن بتاعي اللي هو timer 2 dot enable يساوي 2، وبكده هو ده الكونديشن اللي هيفتح لي timer 2. طب انا عايز ادخل جوه timer 2 واعكس اللي بيحصل هنا ده، وهاجي على timer 2 ادخل في الكود بتاعه فاقول لك if me dot height اكبر من ال y dot height ناقص 400 then me dot height يساوي me dot height الحاليه ناقص 30. ولو جيت على الانترفل بتاعت التايمر ده خليتها 10 برضه عشان يبقوا ماشيين هما الاثنين بتتابع واحد، فلو شغلت في الحاله دي هلاقي تايمر 2 ما فتحش معايا. تايمر 2 ما فتحش معايا ليه بقى؟ لان انا هنا حطيت الكونديشن لازم يكون في تساوي ما بين ميدو تويتس والاكس اندرسكور ويتس. طب وانت مين اللي قال لك ان ال 12 لما اقعد ازود عليها عشرينات هتوصل للويتس بالظبط؟ فتعال نقول له ايه؟ يبقى اكبر من او يساوي الاكس اندرسكور ويتس. طيب ليه عمل كده دلوقتي؟ لان انا كل ما اروح للتايمر 2 وابدا انقص في الفاليوز بتاعتي من تايمر 2، تايمر 2 بيبدا ينقص في الفاليو بتاعه الهايت، فاول لما الفاليو بتاعه الهايت بتنقص بيبدا تايمر 1 يزودها تاني. يبقى كان لازم نعمل هنا الدنيئه مع تايمر 1، واول لما يجي يفتحك اول لما يجي يقول لتايمر 2 افتح تيجي انت هنا تقول له ايه اقفل انت على طول. تايمر 2 تايمر 1 دوت انيبل يساوي فولس. تعال نشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. احنا حبينا نمشيها خطوه خطوه كده على اساس ما تتوهش معايا وتبقى فاهم كل سطر اتكتب ليه. طيب دلوقتي لما عايز ادوس هنا اكتب في التكست اندرسكور تشينج فاليو معينه يخفي لي الفورم اللي انا واقف عليها دي ويفتح لي الفورم اللي تحتها. تعالوا نشوف هنوصل الكلام ده ازاي. هرجع الفورم بتاعتي واخش هنا في الحدث بتاع تكست اندرسكور تشينج وهدي له البلوك بتاع ايف اللي هيعمل لي تشيك على الباسورد، وهقول له ايف تكست بوكس 1 دوت تكست يساوي بين دبل كوتيشن اي اس دي 123 بين تايمر 3 دوت انيبلد يساوي 2. فتحت في الحاله دي تايمر 3. طيب تعال نخش نشوف تايمر 3 لما يتفتح هيعمل لي ايه. مي دوت اوباستي بتساوي مي دوت اوباستي الحاليه ناقص 1/10. تعال نشوف الكلام ده معناه ايه. معناه ان انا لو دخلت ال AST 123 هنا هيبدا ده اللي يحصل معايا، فهقول له مي دوت هايد وافتح المين فورم بتاعتي اللي انا لسه ما ضفتهاش، فهاجي من البروجكت على طول اقول له اد ويندوز فورم واسميها مين وادوس انتر، وهرجع تاني للفورم بتاعتي واقول له هنا مين دوت شو. فلو فتحت الحاله دي هلاقي اول لما هدخل الكلام ده ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ده اتخفى وهلاقي على طول الفورم بتاعتي التانية طلعت، ومش هو ده اللي انا عايزه يحصل.
يبقى انا لازم احط كونديشن عشان ينفذ الكلام ده. ايه الكونديشن ده؟ ان تبقى الاوباستي بتاعتي وصلت لمين؟ 1/10 مثلا. فاقول اف مي دوت اوباستي بتساوي 1/10 then نفذ بقى الكلام ده وبعد كده في الاخر اقول له اند. ولو شغلت دلوقتي هقع في نفس الغلطه ان انا محطتش دي اصغر من او يساوي. ولكن لو جيت اقفل المين فورم دلوقتي, يعني انا لو جيت دلوقتي اعمل اي اس دي 1 2 3 مش هقدر اقفل المين فورم, كل ما اقفلها هلاقيها فتحت لي تاني. ليه ده ليه حصل؟ لان انا ما اقدرش افتح تايمر كده واسيبه يقعد يشغل الكود واسيبه وامشي. لازم كنت اقول له اقفل. طب هقول له اقفل فين؟ اول لما يعمل لي للمين او شو للمين اخليه يتقفل. فاقول له تايمر 3 دوت انيبل يساوي فورس. تعال نشوف كده ايه اللي هيحصل. انا شغلت اي اس دي 1 2 3. اوكي دلوقتي لو قفلت كله ماشي تمام معايا. زي ما اتفقنا ان اي فورم بنعملها بنخش على الكود بتاعها وبنعمل الفورم كلوزنج بكتب فيه, او فورم كلوز بكتب فيه انت, عشان لما اجي اعمل حاجه زي كده الاقي الكمبيوتر ما يفضلش مشغل لي البرنامج بتاعي. لما اقفل من هنا هلاقي البرنامج اتقفل معايا. ناقص لنا خطوه اخيره في البرنامج بتاعنا, ان احنا عايزين لما نيجي نفتح المين فورم يبقى الاوباستي بتاعتها قليله وبعدين تبدا تزيد زي ما انت شايف معايا بيحصل كده. هعمل دي الحكايه دي ببساطه جدا, ان انا هاجي على المين فورم, تعالوا نخليها ماكسمايز, الويندوز ستيت بتاعتها هيبقى ماكسمايز, وعايز اقول لها ايه, اخد تايمر هنا واخلي الفورم نفسها الاوباستي بتاعتها صفر. تعالوا نخلي الاوباستي بتاعتنا صفر واخش جوه التايمر ده اقول له خليك مفتوح يا تايمر وتعالى هنا هات لي مي دوت اوباستي بيساوي مي دوت اوباستي الحاليه اللي هي بصفر زائد 1/10, واقول له كونديشن يقفل بيه التايمر ده, اقول له اف مي دوت اوباستي اكبر من او تساوي 9/10 then تايمر 1.enabled يساوي فولس. ولو شغلنا الكلام ده نشوف القصه بتاعتنا هتبقى ماشيه ازاي. اي اس دي 1 2 3. واو ماجيك صح. اتمنى ان يكون البرنامج ده اداك افكار شويه ممكن تساعدك لما تيجي تبني برنامج يكون عايز يبقى ليه شكل بروفيشنال شويه او يكون فيه بعض التجديد شويه, ما يبقاش هو نفس الستاندرد بتاع الفيجوال بيزك.